سلام بنات، الناس كلهم بخير وعلى خير. وكيف ما شفتوا معايا غادي نصايبوا دوائر البطاطا او فطائر البطاطا اللي كيجيو زوينين البنات. ان شاء الله تجربوهم في هذا رمضان هذا وينالوا الاعجاب ديالكم. هنا حبيباتي كيف ما شفتوا معايا عندي البطاطا هنا اللي مسلوقه. طبعا كديروا الكميه اللي بغيتو، يعني شحال ديال البطاطا بغيتو، والبيض هو كيبقى على حسب البطاطا اللي عندكم. هنا كيف ما شفتوا معايا انا عندي بطاطا اللي سلقتها، وعندي هنا واحد ثلاثه البيضات، غادي ندير جوج، ومن بعد الا خصني غادي نعاود نزيد وحده. عندي الثومه، عندي المعدنوس واحد جوج المعلقات، والتوابل كيف ما شفتوا معايا. وعندي هنا في التوابل درت الملح، درت الكركم، فلفل الاحمر، الابزار والكمون. عندي الزيت البلديه، وعندي كيف ما شفتوا معايا هذيك الدائره باش غادي نديرهم بحال يكون القد ديالهم عبار واحد. وطبعا بطاطا اللي مسلوقه في الماء والملحه غادي نقشرها ان شاء الله معكم.
هنا كيف ما شفتوا معايا البنات، ها هي البطاطا من بعد ما قشرتها قطعتها مربعات، كنزيد عليها التوابل كاملين مع بعضياتهم، وكندير هذوك البيضات كيف ما شفتوا معايا. عندي بطاطا كثيره يعني درتهم كاملين بثلاثه، ما كبارينش بزاف، هاد البيض هذا اللي عندي ما كبرش بزاف. وغادي نخلط الخليط بيديه، ولكن نحاول ما نمعش هذيك البطاطا بيديه، نخليها هكا طريفات. الدقيق الابيض، وعندي هاد المول هذا كيف ما شفتوا معايا، تقدروا ديروا مربع ولا تقدروا ديروا غير بيديكم، يعني عباركم ميزانكم. هنا كيف ما شفتوا معايا انا غادي نطيب على هاد الاله، هذه درتها في الضو يعني مقله ديال الضو، وطبعا بحالها بحال المقله العاديه، يعني نفس الطريقه نفس الطياب كيف ما شفتوا معايا. صافي هنا وجدت البطاطا، وجدت هذاك الدقيق اللي غادي ندير فيه الكويرات ديال البطاطا، وغادي نبدا على بركه الله. كنهز بيديا كيف ما شفتوا معايا، وتندير واحد الكويره اللي كنديرها في الدقيق، يعني كنمرمغها او كنمرمدها في هذاك الدقيق باش تهز لي هذاك الدقيق، ومن بعد كنشدها وتنحط المول وتنقرصها في هذاك المول باش تاخد الفورمه ديالو. كيف ما شفتوا معايا هانتوما، كنقرصها يعني كنضغط عليها بهذيك المعيقه كيف ما شفتوا معايا. من بعد ما كنشوفها صافي شدات في راسها، كنحيد هذاك المول، يعني تنهزو كيف ما شفتوا معايا على هذه الطريقه هذه، وكنبدا كندير في وحدين اخرين كيف ما غتشوفوا معايا. كندير كويرات عاوتاني وكنمرمدهم في داك الدقيق كيف ما شفتوا معايا، كنحاول باش نسوس منهم شويه ديال الدقيق بهذه الطريقه هذه. كنحطهم في المقله كيف ما شفتوا معايا، المقله اللي دايره فيها هذاك الدائره كيف ما شفتوا. وكي قلت لكم تقدروا ما ديروهاش، يعني ديرهم غير غريسات عباركم، يعني بينيكم ديرهم بحال بحال، يعني ماشي ضروري انكم تعبروا بحال كي درت انايا. صافي كيف ما شفتوا معايا كنبقى على هذه الطريقه هذه. من بعد ما كنعمر هذيك المقيله كنشوفهم صافي راه شدوا فروسهم من التحت، كنقلبهم وكندهن داك الفوق اللي بدا كيطيب، كندهنه بالزيت طبعا الزيت البلديه. من بعد ما كندهنه
عاد كنقلب الجهة الأخرى اللي شفتو معايا باقا الفوق، عاوتاني كنقلبها وكندهنها بالزيت باش كيتحمروا ليا من الجواه بجوج.
كيف ما شفتوا معايا البنات، هانتوما هنا راهما تحمروا كي قلت لكم دهنتهم من الجهه، من بعد ما طابت قلبتهم ودهنتهم، من بعد ما طابت الجهه الفوقانيه عاود تقلبتهم ودهنتهم. هنا من بعد ما كيطيبوا كنمسح هذيك المقله، كنمسحها من داك الزيت وداكشي اللي كيطيح فيها، عاد كنعاود ندير فيها وحدين اخرين، وكنمشي على الطريقه اللي وريتكم حتى نسالي ان شاء الله الكميه اللي عندي ونرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالها.
وهنا يا احلى واجمل متتبعين قناه شوات وصفات احلام ام هبه، كنقول لكم الشكر لكم كاملين. مرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه ديالي، كنقول لكم مرحبا بكم الف مرحبا. كيف ما شفتوا معايا شكل نهائي ديال دوائر البطاطا او فطائر البطاطا اللي كيجيو رائعين البنات، كيشهي وكيجيو لذاد لذاد لذاد، ان شاء الله تجربوا من الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا معايا انا قدمتهم مع شويه ديال المايونيز وكيتشوب، ان شاء الله يعجبكم وتقولها لي في التعليق. شكرا لكم وكنبغيكم كاملين.